السلام عليكم أصدقائي. لا شك أن مشاكل العرب لا نهاية لها، وستستمر هذه المشاكل ما دمنا نرفض مواجهة الذات. ما فعلته حماس في يوم 7 أكتوبر هو نكبة حقيقية، ليس نكبة بحق شعب غزة وشعوبنا جميعا، وإنما هو تعبير عن أزمة ثقافية ومعرفية وإنسانية كبيرة جدا ما زلنا نعاني منها وبشكل متكرر على مدى نحو قرن كامل. احنا اللي لاحظناه بأنه هزائم العرب ما زالت تتواصل تحت شعار ووهم الانتصار. وهم الانتصار دائما موجود، نحن لا نخطئ، نحن لا ننهزم، نحن منتصرون حتى لو هزمنا، لا يهمنا الملايين الذين يسقطون أو الملايين الذين يهاجرون ويتشردون، هذا كله ليس مهما، المهم هي المبادئ، المهم هي القيم العليا، العقيدة، المهم هو الإيمان، المهم هو بقاء الدين، بقاء الوطن، المهم هو أن نشفي قلوب المؤمنين بالطعن الآخرين والتنكير بالعدو. لا بأس هذا كله، لكننا في كل حال من أحوال ما زلنا مهزومين. هذه الحقيقة النهاية، من لا يرى هذه الحقيقة فهو بحاجة إلى أن على الأقل يصمت أو يقول أننا نسير في طريق خاطئ. طبعا هذا الكلام أكيد هو مكرور، وقرن كامل الناس والمفكرين والباحثين والكل يهتف ويصرخ ويقول ما لنا، لماذا لا نتعلم من أخطائنا، لماذا لا نتطور، لماذا نعيش في حظيرة الوهم ونستمر العلف البلاغي والعلف الشعاراتي الذي نعلفه يوميا ولحظيا ولا نكاد نرغب أو نطيق طعم علف آخر مختلف عن الطعم الذي تعودنا عليه. بالتالي نحن شعوب مزيفة لا تجيد سوى التعريس، أو بعبارة أفضل يعني تمويه الحقائق، إنكارها بحجة الجهاد أو التحرير أو الحقوق أو الوجود التاريخي، أي قصة كانت، أو الإسلام، وهذا الذي يجعلنا نفشل في الارتقاء إلى مستوى شعوب لكل شعب منها دولته وحقوقه وحدود هذا الشعب من خلال الوطن وقوانين هذا الشعب وقضائه وما تعارضت عليه الأمم في عالمنا المعاصر. هذا يجعلنا نعيد فهم الهزيمة وتحويلها أو جعلها نصرا. هنا اليوم سأحاول أن أفسر السبب ولماذا نحن عاجزون كليا رغم الخراب العميم الذي نحن فيه عن الاعتراف بالخطأ، بل الاعتراف بالهزيمة وتكبدنا حتى أي خسائر ذات قيمة، أن كل خسائر التي قدمها نعتبرها تحصيل حاصل، وانتظروا وسيكون النصر الحاسم في النهاية، ولكل نصر هنالك تضحيات وعلينا أن نتقبل هذه المسألة. ولا نعرف لماذا لا يتقبلون فكرة أننا ننتقد ما نحن فيه، لا يتقبلون فكرة أن نطرح آراءنا ونعرض فكرة أننا متوحدون للخطر. لماذا نتبرع بالملايين ونعرض مدننا وشعوبنا إلى التهجير وإلى العنف وإلى القتل اليومي من قبل من نسميهم أعدائنا، وفي الوقت نفسه لا نقبل بوجود رأي آخر؟ أيهما أسلم، القبول بالرأي الآخر الذي ربما يهدد وحدتنا تحت كلمة واحدة يقودنا فيها سين أو عين أو شعيط أو معيط، ويقودنا فيها إلى التهلكة وتتدمر بلداننا بسببها، مثل ما فعل صدام حسين والقذافي وعبد الناصر وعلي عبد الله صالح وأسماء كثيرة جدا، وحتى عرفات وحتى هذه مشعل وهنية، هؤلاء يقول لنا لا تفرقوا كلمتنا وعليكم أن تتبعوننا، اتبعناكم وعدنا هذا بغض النظر عن
عن قيمة ما فعلتموه، بغض النظر عن مصداقيته، بغض النظر عن جدواه أو قيمته، نجاحه أو فشله، هذا عملكم أدى بنا إلى المزيد من الانهيار، والانهيار ما يتلوه انهيار. ومع هذا تقولون لا تتحدثون، اصمتوا، لا حق لكم بالكلام، يجب أن تتوحد كلمتنا، هذا الوقت غير مناسب، وعلينا أن نتوحد. إلى متى نتوحد؟ إلى متى يتم كتم أنفاسنا؟ وإلى متى يتم رفض سماع حجة أو رأي العقلاء والحكماء الذين لا يتصرفون بطريقة عاطفية انفعالية؟ إلى متى بحجة بوحدة الكلمة نخسر كل شيء ونضحي بالملايين؟ بل ويخرج علينا ابن مشعل وابن إسماعيل هنية ويقول لنا الشعوب دفعت تضحيات بعشرات الملايين. لماذا هذا المقايسة وهذا التشبيه بمصائب مرت بها الشعوب المختلفة؟ لكل حالة وضعها، لكل حالة ولكل ظرف وضعه. عندما تقارن لما حدث في غزة، غزة بلد محرر ليس محتلا، هو كان محاصر، ومحاصر بسبب حماس، يعني لم يكن محاصرا بسبب أنه هنالك رغبة بالمحاصرة، لا بالعكس، هي بسبب حماس، بسبب مشروعها الذي يقول إن أنني أهدد بارتكاب هولوكوست ضد اليهود، وهؤلاء لا مكان لهم من البحر إلى النهر. معناته أنت تهدد بهولوكوست، ماذا تتوقع؟ أنت شعارك هو هذا شعارك. أنا بغض النظر عن موافقتي على الشعار أو لا، أو موافقة جميع الشعار أو لا، لكنه يعني أمر بما هو مستطاع. لا تتحدث بها حتى لو كان هذا مشروعك، لا تضعه في الواجهة وتقول يجب أن نرمي هؤلاء في البحر. أنت تهددهم بالهولوكوست، فماذا تتوقع من أتم؟ أتم قنابل نووية، وأتم جيش من أحدث الجيوش بالعالم، وأتم دعم مفتوح من كل دول الغرب اللي هو أقوى دول العالم حاليا ومتقدم بجميع المجالات علينا. ماذا تتوقع؟ هذا غباء؟ أنا لا أعتقد غباء، سأحلل هذا الموضوع بعد الفاصل. والمهم، هذه الحلقة راح أتحدث بها عن أنواع التمويه التي نمارسها مع أنفسنا، أنواع أو وسائل التمويه أو وسائل الكذب، وسائل غسل الأدمغة، أيضا كيف نعجز عن فهم مشكلتنا كعرب، لماذا نلجأ إلى الحروب المستدامة وليس إلى التقدم المستديم، لماذا دائما لدينا نوع من الطفولة ليس اليسارية، الطفولة البدائية أو المسامحة الذات أو ممارسة الوحشية، ما أسميه ممارسة الوحشية الطفولية، بيننا لا نواجه ذاتنا وعلينا أن نبرر كل شيء، وأننا عندما نقتل ونذبح ونصلخ ونقتحم مستوطنات مجاورة لنا أو بلد مجاور لنا كما فعلنا، كما فعل الجيش العراقي مع إيران ومع الأكراد، وكما فعل الدواعش مع اليزيديين وأهل الموصل وأهل كربلاء وأهل الفلوجة وأهل بغداد، هذا استباحوا كل شيء، وبعد ذلك قالوا أننا يعني كنا مضطرين لهذا الفعل، وأن هؤلاء هم مجرمون وكفرة، يعني نغلفها بعبارات تبرئوا ساحتنا بحجة أننا مضطهدون ومظلومون وأن ما فعلناه هو مجرد ردة فعل. كونوا معي بعد الفاصل أصدقائي. مرحبا أصدقائي، تحدثت عن التمويه وأننا شعوب ترغب بتمويه الحقائق وعدم مواجهتها وتجاهل المآسي التي تمر بها، وفي الوقت نفسه تجاهل الهزائم التي تمنع بها، وأننا شعوب تعيد تأويل الهزيمة وتجعلها نصرا. سأحاول كما قلت أن أفسر السبب ولماذا نحن عاجزون كليا رغم الخراب العميم الذي نحن فيه عن الاعتراف بالخطأ، بل والاعتراف بالهزيمة
وتقبلنا فكرة وجود خسائر، لكن هذه الخسائر ليست ذات قيمة ولن تؤثر على مشاريعنا الاستشهادية العظيمة. أنا أرى بأن هذا التمويه وحرف الحقائق وتجاهل المآسي هو هدفه ادعاء النصر، وهدفه نشر التفاؤل عبر ماذا؟ ليس عبر صناعة التقدم وتطوير الواقع حال المجتمعات علما وثقافة وفكرا وخدمات، لكن هذا يتم التفاؤل عبر صناعة الجحيم. يعني كلما أنت ازددت وحشية، ازددت عنفا، قمعا، تعديا على الآخرين، أو صناعة للأعداء وقطع لكل طريق لرفع صروح السلام بيننا وبين الجميع، لا، احنا علينا أن ننشر التفاؤل عبر صناعة الجحيم. طبعا هذا لا يشمل العدو الذي ننتخبه عدوا لنا، مثل إسرائيل، مثل إيران، مثل تركيا. دائما لدينا أعداء، بالمناسبة السنة، الشيعة، هنالك أعداء كفرة مثلا، هؤلاء موجودين. دائما علينا أن نصنع الجحيم للآخرين، وفي الوقت نفسه للشعوب أو الجماعة التي نختطفها وندعي حمايتها وحكمها. التمويه طبعا أنواع كثيرة نمارسه جميعا، وخاصة المثقفين منا، سواء كان الثوري السلفي الأصولي أو الثوري التنويري. هو هذا الأمر خلانا حتى لا نستطيع أن نميز بالنتيجة بين من يقتلنا ويخدعنا ومن يحمينا. أصبحنا كلنا عبيدا لملك واحد اسمه هنية أو صدام أو من قذافي أو عبد الناصر، أصبحنا عبيدا لهؤلاء، أو بن لادن أو البغدادي، وهكذا أسماء كثيرة جدا، أو مقتدى أو خامنئي، كلنا عبيد لهذا الملك أو الإله أو الرب الواحد، وأصبحنا لا نعبر عن أنفسنا بحرية، بل أننا نتهم كل من يفعل ذلك بأنه كافر على المستوى الديني أو خائن أو عميل على المستوى الثوري اليساري أو صهيوني على الأقل. أول نوع من أنواع هذا التمويه هو تمويه النصر كما أشرت إلى هذا، وهذا هو هذا التمويه هو مرض العرب الأكبر. وماذا أعني بالعرب؟ أعني بالعرب أبناء جلدتي، يعني أنا إنسان عربي، يعني شئت أم أبيت، وأفتخر بأنني عربي، ولا أفتخر ولا أستطيع أن أفتخر بشيء آخر، لأنني هي أنا هكذا. يعني عندما أنتقد العرب لا يعني أنني أنتقد جماعة مختلفة عني، إنما أنا منهم وبهم، أنا ثقافتي عربية ولغتي عربية وتفكيري عربي، فما عندي شيء آخر غير العربية، واعتز بهذه العربية والعروبة. بالتالي عندما أنتقد العرب فأنا من حرقة قلبي كما يقول بالعراقي، واحد يتحرك أنه هنا عندنا قدرات هائلة علينا أن نستثمرها. بالتالي نجد بأن التمويه هو مرض العرب الأكبر. هي فكرة العروبة، أنه فكرة أننا عرب أيضا، هي فكرة بأننا شعوب أو جماعات تعيش في منطقة واحدة، هاي حدودها من جبال زاغروس إلى النيل مثلا، وتصل إلى تونس والمغرب أيضا. هذه كلها منطقة هي الحيز الثقافي أو الفضاء الثقافي العربي، بغض النظر عن كون العرب قومية أو لا. أنا أعتبر كل إنسان يعيش في هذه المنطقة هو إنسان عربي، يعني ما دام يكتب ويقرأ ويفهم العالم ويرى العالم بطريقة عربية، فهو واضح أنه يعيش في هذه المنطقة. لا يمكن أن نتحدث عن الياباني مثلا يأتي هنا يفكر بطريقة عربية. فبالضرورة كنت مسيحي أو أي دين من الأديان كنت تنتمي إليها، لكنك في النهاية أصبحت عربيا. حتى إسرائيل نفسها، يعني هم نصهم هم من سكان المنطقة العربية، يعني هم عدل الذين أتوا من الغرب، هؤلاء نصهم من سكان الدولة المنطقة العربية، وهؤلاء حتى تفكيرهم الآن عربي. يعني عندما تروح شوفهم أكلهم شربهم، أنا شفت بعض الفيديوهات على، يعني حتى يسمعون أغاني عربية،
يعني هم كلهم أيضا ضمن الثقافة العربية، وهي أيضا جزء من المأساة التي نعيشها جميعا. وهؤلاء من أكثر عشاق العرب وثقافة، ولديهم استعد، يعني هم مثل ما طلعوا فلسطينيين هجروا وظلموا وسرقت، وسرقت حقوقهم وسلبت واغتصبت حقوقهم، هو هذا الكلام العبارة الصحيحة، أن حقوقهم مغتصبة وتعرضوا إلى التهجير والقتل والقمع والمجازر والعقوبات الجماعية خاصة في الفترة الأخيرة. لكن هؤلاء بالنتيجة هم كلها صراع بين ثقافات متقاربة، يعني حتى اليهود نفسهم والعرب أيضا ثقافتهم متقاربة مع الثقافة اليهودية يعني التاريخية، وأيضا حتى الإسلام هو نتاج الثقافة اليهودية، واللي هي بالنتيجة ثقافة المنطقة. يعني هذه التصنيفات يهودي عربي مسلم شيعي سني هي كلها ثقافة هذه المنطقة. وكل عمليات التمييز التي تجري هي عمليات تمييز سياسية بطريقة أو بأخرى، وعلينا أن نفهمها. عندما نفهم هذه المسألة نتجاوز الخلافات التي لا تنتهي بيننا. فتمويه النصر هو هذا، هو مرض هذا ما أسميه العرب الأكبر، وهذا يخلينا نشعر بأننا منتصرون رغم هزائمنا المتوالية، ليس الآن، منذ قرون طويلة نحن كعرب لم ننتصر في حرب واحدة. تخيلوا هاي المسألة، يعني ممكن ننتصر في معركة صغيرة، دائما معارك خنيثة، يعني مو معارك يعني مواجهة حقيقية، معارك خنيثة. يعني مثلا الصدام الجيش العراقي كانت منطقة فارغة الحدود مع إيران 1000 كيلومتر، قال الجيش العراقي توغل، وتوغلوا 100 كيلومتر، بعد ذلك بدأ التراجع. عندما كانت إيران في ليس حبا بها، لكن إيران كان الجيش منهار وتم قمعه وقتل وإعدام ضباط الكبار بعد ثورة إيران سنة 79. دائما نبادر معارك الأولى ننتصر فيها وبعد ذلك يبدأ التراجع، لماذا؟ هذا علينا السؤال موجه للمتخصصين، لكنني أعرف العلة الثقافية، لأننا لا نستطيع أن نمارس عملا جماعيا منظما له علاقة بالعقل وبالتخطيط على مدى زمني بعيد. يعني الإيراني يشتغل مثلا على مدى 20-30 سنة، احنا ما نشتغل، نشتغل على مدى 2-3 سنين، وبعد ذلك تحدث حوادث ويخرب كل شيء. هذا بالتالي التمويه هو مرض العرب الأكبر. نحن بالتالي منتصرون رغم هزائمنا المتوالية، وكل ما فعلناه هو نتائج وخيمة، ما نجيده هو الغدر فقط لا المواجهة، وهذا هو سر التمويه وغايته. كما قلت، لهذا نجد مثلا أنه صدام حسين على سبيل المثال في لحظة المواجهة الحاسمة، وعندما لم يجد من يستخدمه درعا له مثل جيش أو حرس خاص، عنده جيوش، كان عنده فيلق كامل الحرس الخاص وأصدقاء السيد الرئيس، ها كان الشهارة يوقعها اسمه أصدقاء السيد الرئيس، يعني هاي تخيلوا لمن لا يعرف الحقائق الأمور كانت في العراق. فهذا هذا نفسه، هذا صدام حسين في لحظة المواجهة وجدناه يختبئ 6 أشهر في حفرة، مثل ما بالضبط نرى الآن حماس وهي تحفر أنفاق لتحتمي بها. ومع هذا نعتبر ما فعلته شجاعة ودهاء، مثل ما نحتفل بصدام حسين نعتبره بطل وشجاع وأسد وغضنفر، لكنه كان يختبئ 6 أشهر في حفرة، تخيلوا، ولحيته وشعر الكث. وبعد ذلك عندما أخرجوه من الحفرة حتى في اللحظة الأخيرة لم يقاتل وكان لديه مسدس. فبالتالي هؤلاء لا يجيدون المواجهة، لأنهم هم عبارة عن خيال مآتر. قادتنا وحتى العرب الممثلين لنا أو من يسمونه أولياء الأمور، هؤلاء هم خيال مآتر ويلعبون بالبيضة والحجر كما يقول المصريين، فلا ينطون على شخصيات حقيقية، ينطون على شخصيات إجرامية، شخصيات عنيفة، شخصيات متخلفة عادة، لكنهم لا ينطون على شيء له قيمة. هذا يخلي حماس تحفر أنفاق. لماذا تحفر أنفاق؟
لكي تحتمي بها. لا لا تحفر ملاجئ، يعني هي حتى النفق، النفق يعني هي نفس فكرة صدام، إنه النفق لكي لا تواجه، إنما لكي تغدر فقط. لكن الحروب والمواجهات لا تتطلب منك أن تعيش في الأنفاق. الأنفاق تستخدمها ليس لكي تختبئ، بل إنما لكي تعتبرها مثلا وسيلة من وسائل التمويه العسكري. أما أن تصبح حياتك في الأنفاق، وأن يصبح ما فوق الأنفاق هو حماية لك، وليس أن تحمي الناس الذين تدعي أنك تري تحميهم. هذا اللي يجي البعض يعتبره شجاعة ودهاء، يعني تترك أبناء شعبك يموت بالقصف وتتحول إلى درع بشري لك يتهجر ويتشرد، ومع هذا يخرج علينا الأصوليون والثوروتشيون ويفتخرون بهذا ويقولون لا تبالون. هذا بالعكس، هذا علامة على النصر، بل أن حماس تأتي وتقول لا، هاي مسؤولية المحتل الغاصب، هذا المغتصب، هو مسؤوليته، أنا ما لي علاقة، أنا مهنتي الوحيدة بس أقاتل، أقتل العدو الغاصب، وحتى إذا أشوف نساء أطفال بالطريق أما أغتصبهن وأقتلهن كما شفنا بالفيديوهات الموجودة، والفيديوهات بالمئات، يعني مو فيديو واحد واثنين حتى تنكرون هذا الموضوع. وأيضا هنالك من يبالغ بالتمويه وينكر وجود فيديوهات من هذا النوع، تخيلوا، لأنه هو تعود على هذا الأسلوب رفض مواجهة الواقع. وراح أشير إلى التمويه، واحد من أنواع التمويه إلى هذا اللي هو عدم مواجهة الذات. وهذا التمويه، تمويه النصر، هو هدفه أن يحرف الحقائق على جميع المستويات. فمثلا أيضا هناك تمويه الوقت، يعني مثلا عندما أنت تتحدث مثلي أنا الآن، فقلت هذا ليس الوقت المناسب لأن تمارس هذا التحليل البارد، هناك الناس بالملايين مئات الآلاف الآن يتضررون جوعا، لا ماء لا أكل لا طعام، وأنت الآن تمارس تحليلا باردا وتنتقد وتوبخ، هذا ليس وقتك المناسب، عليك أن تقدر هذه المسألة وتتعاطف. لا، هو بالعكس، هو التحليل البارد هو هذا الوقت المناسب، التحليل البارد هذا الوقت المناسب، أنه أنت عندما تجي الآن وتقول هذا ما يجري غلط، لماذا؟ هذا التحميس أو التحامس مع حماس، وقبل مع صدام، وقبل مع داعش، وقبل مع القاعدة، وقبل مع الزرقاوي، وقبل مع طالبان، والأحداث متكررة، يعني هي مو مسألة حماس وإسرائيل، لا، هي مسألة لها علاقة بتاريخ من التحميس. هذا كله يخلينا نعرف بأن هذا الطريق هو الذي يدمر ويشرد شعوبنا. الآن الحل الوحيد لشعبنا في غزة هو أن ندين حماس، هو أن نقول هذه حماس، نرفع يدنا عن حماية حماس، نقول هذه اللهم نتبرأ من هؤلاء لا لسنا منهم ولا وليسوا منا، ومن ما تفعله بالتالي نحبط ما تفعله إسرائيل بحق هذا الشعب الذي يتعرض لعقوبة جماعية، الآن يتعرض لعقوبة قاتلة. علينا أن نساند هذا الشعب، ليس بالدفاع عن حماس وليس بالتضامن مع حماس وأمثال حماس، أنا إنما التبرأ منها، لأن من يتبرأ من أفعالها بالضرورة سيحمي هذا الشعب. عندما نتبرأ منها نقول لا، هؤلاء ليسوا منا ونحن معنيون بهذه المسألة، وأن ما يفعلونه خاطئ، وفي الوقت نفس هذا لا يعني أننا متواطئون مع المحتل أو الغاصب أو الإسرائيل أو الصهيونية أو إيران أو أي شيء أو الكفرة، الطرف الآخر ليس هو الموضوع. تحبط أو حجة الطرف الآخر، الطرف الآخر يقول لك هذا أنت الآن قتلتم منا وأخذتم رهائن وبصقتم على رهائننا نساء عرايا في وسط غزة، أنتم بصقتم عليها في الشارع من السكان العامة وبصقتم عليها، إذن أنتم وجه وحماس واحد، وبالتالي عندما نعاقبكم بمثل ما عاقبتمونا، مثل ما فعلتم بنا سنفعل بكم، ولكن عندما نفعل بكم لا نفعلها بالطريقة
ونحتفي كما تفعل، لا أنا نفعلها بطريقة مواربة، ندمر مستشفيات وندعي هنالك أسلحة وهنالك مجاهدين وما إلى ذلك وحماسين، ونفعلها بحيث نحن أمام العالم نحن نرد الاعتداء علينا. هذا المستوى لم نصل له بعد بسبب ماذا؟ بسبب هذا النفس التمويهي الذي نعاني منه. ثم هذا تمويه الوقت، ما الذي حصدناه؟ نحن 75 عاما بالقضية الفلسطينية، وتقريبا نحو قرن كامل من أيام سقوط الدولة العثمانية إلى الآن، لحد الآن نموه الوقت، ونقول هذا ليس الوقت المناسب، والآن كل شيء في سبيل المعركة. المشكلة وين؟ أنه هذا تمويه الوقت ما عاد، الخطورة وين؟ أنه هذا التمويه ما عاد مؤسسي، يعني مو مؤسسات سياسية وإعلامية تنشر هذا التمويه وأنه الوقت غير مناسب، لا، أصبح سلوك شعبي، أصبح نمط نسقي من التفكير الجمعي، حتى بات يضغط على قادته، ويعني وبالعكس هو القادة كانوا يحاولون أن يرسون نوع من السياسة والتمويه والخداع، خداع الجماهير، لكن الآن لا، بالعكس الجمهور الآن بدأ يطالب القادة يعني بأن يموه عليهم، ويرف بل يتهمون القادة بأنهم عملاء وخونة وأنهم يكذبون عليهم، ويعني تشعبنوا أكثر من قادتهم، أو أصبحوا شعبويين أكثر من قادتهم، وبل بعض بات يطالب القادة العرب والحكام العرب بأن يكونوا شعبويين أكثر من الجمهور، أن يصبحوا مجاهدين أكثر من الجمهور، مزايدات، أنه الكل يزايد على بعضه، وأصبحنا شعوب تزايد على بعضها البعض، ليس على مستوى الشعوب فقط، على مستوى الأفراد، على الشارع، في السوق، في العمل، حتى بيننا وبين أبنائنا وأهلنا وقاربنا وأصدقائنا، نزايد على بعضنا في كل شيء. أصبحنا نعيش في أفق هلامي بلاغي لا علاقة له بالواقع، وكلنا نتحدث عن قضايا مثالية وطوباوية وجهادية، لكننا في الحقيقة نعيش في عالم مختلف، كله كذب ونفاق ودجل وغش وسرقة ونهب وسلب وغبن حقوق وكل شيء نفعله ولماذا لا تتطابق الحقيقة حقائق مع بعضها؟ نعيش الواقع كما هو، انتهى الموضوع. هذا العالم الغربي الآن، شوفوا أنا عايش بالعالم الغربي، نادرا ما أجد اثنين يكذبون على بعضهم، نادرا ما أجد اثنين واحد يصرخ على الثاني. أنا بحياتي يمكن صار لي سنوات طويلة في الغرب، ما شفت اثنين يتعاركون يعني على الإطلاق، ولا شفت اثنين واحد يكذب على الثاني. حتى من يصير كذب على قضايا تفصيلية بسيطة يعني، بس عندما يقول لك ما تروح الطبيب يقول لك أنت مريض، هذا مرضك واحد واحد. عندما تقول له هذا ابني يعني عنده شوية حالة نفسية لازم تراجع لك، لا نقول له أنت مريض، هذا مرضك، واحد اثنين ثلاثة، ويصارحون الطفل، ويصارحون حتى عنده كآبة، عندها مشكلة، عندها مشكلة نفسية، عنده مشكلة محرجة، لا يقول له تعال، وحتى هو من يطلع يقول هاي مشكلتي يعني. ما في حرج، كل شيء، كل إنسان مبدأ الصدق والشفافية في التعامل. الحكومة قال لك هذا أعمالنا وهاي فلوسنا وهذا، أما نحن فنعيش في عالم سحري، عالم طوباوي بلاغي، كله كذب في كذب، ومضيعين كل شيء، وعلينا دائما أن نموه يعني شهداء بالملايين من أجل قضية ما تعرف شن هي، شعارات، والكل يقول لك تفائلوا بالخير تجدوه، يعني الآن نصرف ندفع 30 مليون كما يقول هنية كما فعلت روسيا، الناس دفعت ملايين، الجزائر دفعت ملايين من شعوبها بسبب قضية مطالبة قضية، ولا صبروا بعد ذلك راح تربحون لكم حسن الجزاء أو حسن العاقبة، يعني مثل هذول جماعة الآن بالدروب شيبين والجماعة البيتكوين، هذا عملة البيتكوين أعتقد اسمها، والبورصة دائما يقول لك الآن ادفع يعني ادفع 1000 2000 وراح تحصل مليونين، نفس الكذب ونفس الدجل، نفس النسق، نفس النمط التفكير، وشعوبنا تصدق كل ما يقال لها، ومن لا يصدق يتم اغتياله أو طرده من العشيرة، أو عزله أو نفيه أو تكفيره وما إلى ذلك.
المهم لا نسمح لأحد أن يقطع علينا طريق شهوتنا وإلا نزعل منه. يعني أنت هذا يعني هنالك أنا عندي رغبة بأنه إسرائيل عدو، إيران عدو، كذا عدو، الأتراك عدو، أعداء الأكراد، العلوي عدو، وهكذا الإخوان أعداء، نحرض بعضنا بشكل مستمر. المهم أنت لا تقف في طريق شهوتي، أنا لدي رغبة بأن هذا سيء وهذا سيء، أنت تأتي وتحاول أن تعقلن الأمور وتوضح الأمور، لا نقبل هذا الكلام منك. يعني مثل واحد يحب وحدة يقول له يا بهاي الوحدة هاي مو زينة، هاي لازم تفكر بطريقة عملية، وهاي وحدة يعني فاسدة أو أتى بها مشكلة، لا 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 أنت تكرهني، أنت ما تحبني، أنت تحاول أن تخدعني، يا أبا مو هذا الطريق مو زين، يعني خليك مرتاح. لا لا هذا يعني عنده هاي الرغبة الانفعالية بالاستيلاء على كل شيء وتحقيق الرغبات الطفولية، وهذا أيضا واحدة من وسائل تمويه الطفولية راح أتحدث عنها. السؤال الآن المهم، لماذا التمويه؟ الغاية باختصار هو التسفيه والتهوين الأمور، وهذا خلينا نحاول نعرف ما هي وسائل التمويه وما هي دوافعه وما هي مخاطره. طبعا كما قلت هناك من يخرج علينا ويقول لا حاجة للقلق، يعني شنو يعني سقوط 20,000؟ شنو ما معنى تدمير منطقة كاملة؟ الموصل، الفلوجة، حلب، إدلب، بيروت، غزة، لا مشكلة، أيضا هاي كلها دمرت والآن ما أعرف يعني نتائج شنو، هاي كلها مو أمثلة بالنسبة له، لا تعني شيء. المهم نكرر التجربة ولا تقلقوا من أي شيء، وكما قلت أن هنالك شعوب دفعت ملايين. طبعا الحمقى العرب وهم حمقى بامتياز، يعني أغلبية الناس تقريبا ولا أعمم طبعا، هؤلاء يصفقون خلف هذه الأقوال وخلف هذا النعيق الذي يمارسه أحمد منصور، عبد الباري عطوان، وأكو واحد ناصر الدويلة اسمه، ودول جماعة الجزيرة، وأيضا هنالك بعض الذين يدعون أنهم متنورين وقرآنيين، الآن بدأوا يتحدثون أنه شوفوا الليبراليين، بعض الليبراليين أو التنويريين يقفون ضد حماس، وفي الوقت الذي يجب أن يكون عليهم أن يتضامنوا، يعني نفس المنطق السفيه التافه يكررونه ويحاولون أن يضربون 20 أصفورا بحجر واحد. لماذا ما هي يعني لماذا هذا تمويه النصر يعني وتمويه الوقت كما تحدث عنه؟ الغاية هو عدم مناقشة الأخطاء، هاي الغاية، هذا الهدف هو. كل ما علينا أن لا نناقش أخطائنا، لا نراقب أنفسنا، ونواصل ما نسميه جهاد أو فعل ثوري. علينا أن لا نهتم بالمآسي والضحايا، يجب أن عندما نركز على الضحايا والمآسي ليس بوصفها حوادث طارئة يجب معالجتها واتقاءها أو التخلص منها أو معالجة أسبابها، لا، يجب أن نستثمرها في اتجاه عمليات التمويه التي نجريها، علينا أن نزايد بها، وعلينا أن نجعلها أداة في الحرب أو سلاح في الحرب، وهذا أسميه تمويه الاختطاف، أي أنك تختطف من تدعي حمايته ثم تذهب بعد ذلك لتوسيع سلطتك وثروتك، فماذا تفعل؟ تقتل وتختطف آخرين من جيران أقوياء مثل إسرائيل مثلا، لا على التعيين، تخطف وتقتل رجال ونساء وأطفال، تنشر الرعب، هؤلاء تعتقد أنه راح يخافون، وعندما يهجم عليك الإسرائيلي أو الصدامي أو أعداء داعش وما شابههم، يعني أنت بعد ذلك تبدأ تخرج تتباكى وتقول شوفوا المجرمين، تنسى السبب وتتغافل عن السبب. يعني الآن العقل العربي نسى يوم 7 أكتوبر، وضعه جانبا وكأن ما حدث هو شيء مختلف ما له علاقة ب 7 أكتوبر، لكن لك لا هو قبل 7 أكتوبر، تعالينا نتحدث ما قبل 7 أكتوبر، ما قبل 7 أكتوبر هو نفس الشيء، شنو الفرق؟ هو نفس الشيء، نفس العمليات اللي صارت، هو 7 أكتوبر دائما يروحون يتحرشون بالوحش ويهجم عليهم، فماذا نفعل نحن؟ التمويه الأساسي دائما نلغي السبب ونتبع النتيجة. السبب ب48 أعلن الحرب على عصابات الصهاينة كما سميناهم، وما فعلا كانوا عصابات لكنهم كانوا من نجاح بهاي سووا دولة،
وشنينا حرب عليهم لكنهم انتصروا علينا. هاي خلص انتصروا علينا، وهم طلع قرار أمم المتحدة احنا رفضناه، شعوبنا رفضتها وقالوا لا الويل والثبور وعظائم الأمور لهم. واستمرت بال67 نفس الشيء، هم نفس هذا الجعجعة والشعوب طالب بالثورة وبالهجوم. أجا عبد الناصر غلق المضايق وشنت عليه حرب، سقط بستة أيام سقطت كل شيء. تخيل يعني هو بلد شنو كان المساحة اللي يحتلوهم، ما يعني ما يتعادل نص محافظة عراقية، هي كل إسرائيل، هاي كل إسرائيل نص محافظة عراقية اللي بيها 20 محافظة 18 محافظة كل شيء. لماذا؟ هذا يخليك تحاول تفهم السبب، وليس أن تموه عليه وتدعي بعد ذلك أن هزيمتك هي انتصار. هذا يعني ويأتي بعد ذلك العبيد خلفك ينعقون ويصيحون ويصرخون ويقولون لا احنا منتصرين. يعني هو تواطئ على الكذب والدجل والنفاق يفوق الوصف. يعني انا ما شايف بحياتي او ما قاري ولا سامع انه هنالك قابلية على التواطؤ على الكذب، تواطؤ على النفاق، شيء مرضي بصراحة ويحتاج إلى علاج. يعني شعوبنا بحاجة إلى علاج. أنا في الحلقة السابقة قلت أو تحدثت عن أنفاق غزة، قلت إن شعوب تحاجة إلى علاج سيكولوجي وعيادات سيكولوجية تكافح الأمراض التي تنتشر بيننا، وهي أمراض مؤدية بشكل خطير جدا طبعا. وهنالك من ينشر هذه العدوى موجودين في كل مكان، يعني خاصة في المساجد و يعني مراكز البحوث والجامعات والمدارس، موجودين كلهم موجودين في كل مكان، هؤلاء الذين يواصلون تعزيز فرص الإدمان البلاغي وليس الإدمان الكحولي بين الناس، وينشرون هذه الأنساق النفاقية أو الأنساق التمويهية. هذا كما قلت انه مثل ما حصل بغزة بالكويت ايضا، مثل ما حصل بايران ايام صدام عندما غزا، بليبيا ايضا، بداعش، ما فعل داعش، بوكو حرام ماذا يفعل؟ يهجم على مدينة يحتلها، يقتل ويسلب ويختطف ويختصب ويفعل الافاعيل، وحتى يسبي ويبيع ويشتري بالنساء كما فعل في موصل داعش والموصل واليزيدين وسنجار، وأيضا بعد ذلك في الرقة وأماكن أخرى وجبهة النصرة وغيرهم. هذا حدث بعد ذلك، ما يتم الرد عليك من قبل من تتهمهم بالكفر، تبدأ تتباكى وتجعر وتصرخ وتلطم، وكما يجري الآن يعرضون مشاهد بشعة جدا لأطفال غزة. الأبرياء الذين هم من يعرض هذه المشاهد هو نفسه الذي تسبب مقتلهم، لاحظ هو القاتل والذي يسير في جنازة الآخرين، لهذا السبب يعرض هاي المشاهد حتى يقول لك شوفوا، حتى يخفي الحقيقة، بدلا من أن يقول هذه الجرائم بحق هؤلاء أطفال 6000 7000 طفل في غزة، يقول أن من فعل هذا هو الذي قادهم إلى التهلكة. القائد مفروض واجب الأول أن يحمي شعبه، أن يحميهم، وإلا أنت قاعد على شنو يعني؟ يعني على شنو قاعد؟ هذا يعني هذا المنطق البسيط، إنه أنت تكون قائد على الجماعة، أنت مثل الأب، الأب يحمي أولاده مو يضحي بهم. يعني كأنما الآن رجعنا لزمن إبراهيم الخليل عندما ضحى بابنه، هؤلاء يضحون بأبنائهم أو يضحون بمن تحملوا مسؤولية حمايتهم. وخدع الشعب بهذه القضية، وبعد 16 سنة بعد انتخابهم وبقوا وانقلبوا على الحكم، فبالتالي هؤلاء يجب أن يوضع لهم حد، وإلا فإن المآسي ستتكرر. يجب أن نواجه أنفسنا، وهذا التمويه اللي راح تحدث عنه بعد شوي. طبعا كلنا نعرف أنه مدك يعني غزة كانت مدينة عصرية، مدينة ممتازة، وإذا تشوفون يعني كان عندي فيديوهات شفت مدينة وضع المادي مالهم جيد، صحيح عندهم حصار، لكن كانت هنالك سيارات تأتي معونة ماء وغذاء ودواء. وبعد ذلك يقول لك لا هو هاي غصبا على الاحتلال يدفع، هو مو محتلال، يعني كانت مدينة هي أو قطاع
سلموا شارون وليس حبا بأهل غزة، لا شارون هو هذا اليمين المتطرف اللي ارتكب مجازر وكان له دور فيها في خاصة الصبرة وشاتيلة، كان تركها قال لك هاي منطقة تعبانة خلي تخلص منتها وخلت تستلم حماس وتفعل الأفاعيل من علاقة بهم، وهذا اللي صار. لكن ماذا فعلت حماس؟ انقلبت على السلطة وقتلت بحدود 700 فتحاوي رمتهم من الشبابيك ومن الأسطح، 700 لاحظوا الرقم 700 هذا أقل عدد في تلك في سنة 2007 صار انقلاب قتلوا 700 يعني مو من اليهود ولا الإسرائيليين ولا الصهاينة، لا من رفاقهم يعني يفترض انهم الفلسطينيين انفسهم. وهذا ليش يتم التعتيم عليه؟ يجب ان لا يتم التعتيم عليه، وهذا ليس انتصار للفتح، انا ما له علاقه، انا ما افهم بهاي الامور انه هذا شنو فتح شنو حماس، هم اهل مكه ادرى بشعابه، هم الفلسطينيين وما بيناتهم. لكن عندما انا اخذ نموذج فلسطين وحماس باعتباره نموذج للواقع العربي باكمله، وليس الهدف انه اتحدث عن اسرائيل ولا حماس، لأن هذا بالنسبة لي هذا نموذج خصب ويقدم لي تصور لما يجري في بين شعوبنا ويكشف لي الأسس والدوافع والأرضية الثقافية والمعرفية التي والنسقية نسق الأفكار التي تسير عليه شعوبنا. فبالتالي أنا هذا الموضوع يهمني في هذا الإطار تحديدا، لا يهمني أن أكون لموقف سياسي، هذا كل كلامي ما له علاقة بالسياسة، فأرجو أن يفهم هذا الأمر. وأقول بالتالي بأن غزة كانت مدينة عصرية أفضل وضعها يعني ليس جيدا لكنها أفضل بمدينة مثل عمان مجاورة إلها، أفضل من مدن قريبة عليها بالسويس والمصريين مثلا. بس الآن هاي المدينة بعد مغامرات حركة حماس أصبحت مدينة عصرية مدينة حجرية، وهذا بالضبط كما يبدو ما تريد أن تفعله طهران وفعلته سابقا في بغداد ودمشق وصنعاء والبصرة والبيروت، وما تفعله طهران أو حكام طهران وهم إسلامتشيين بالضرورة هو نفسه اللي يفعله الإخوان، يعني هو يصل للسلطة ويمارس السلطة لتدمير، وكل ما ازداد التدمير كل ما ازداد التباكي وازداد الجعير وازداد الصراخ وازداد الإحساس بالمظلومية. المعادلة بالنتيجة هي دائما نفسها، خراب ودمار شامل، مقتل الآلاف، تشريد الملايين، وفي الوقت نفسه شوف المفارقة، دائما قادة كل هذا الخراب يبقون تجدهم يستمرون في الحياة في عز ونعيم. وهذا اللي حصل مع بن لادن، يعني بعد 2001 وراها 20 سنة الله تم قتله بصفقة مع باكستان، حدث مع مقتدى، الآن موجود مقتدى ملياراته وهو طيارات طائرته الخاصة، وهو أيضا هم قاد تمرد ضد الأمريكان ومات الآلاف خلاص يعني وطلع كأن شيئا لم يكن. البغدادي نفس الشيء، بقى آخر واحد مات هو قاد الخراب كله، وكان كان يعني هو المخرج الكبير له، لكنه بقى يعني بقى مرتاح ما عنده مشكلة، بس ما أعرف يعني الأمريكان أصروا على قتله واستمر الظواهر أيضا وراها 20 سنة بقى. حتى أزيد الدوري صدام حسين نفس الشيء، بشار، عرفات، القذافي، القرضاوي، الحوثي، خامنئي، هؤلاء كلهم هم قادة الخراب لكن لا أحد يمسهم بسوء، كأنما الباقي الآخرون الناس كلهم عبيد البشر يعني بيادق يشتغلون بها ويضحون بها كما يشاءون. لاحظوا مثلا شوفوا حتى نعرف الفرق بين العقل العربي التمويهي المنافق وبين الشعوب الأخرى وخاصة إسرائيل نفسها. قبل أيام انقتل واحد من أبناء وزير الحرب مالت برئيس الأركان، شنو معناته؟ هو شاب عمره 25 سنة، شوفوا أبنائهم، سمعت بيوم من الأيام واحد من أبناء القادة مالتنا انقتل في معركة، حتى هذا ابن حسن نصر الله يقال ما مات بالمعركة، مات مكان وما أريد أتحدث أين، خلونا ساكتين ما أريد أحكي، لكن هذا الحالة الوحيدة وهي حالة نادرة، و
فالآن كله كل قادة الشيعة وقادة السنة وقادة البلدان وقادة الفصائل وقادة الميليشيات الكبار لا أحد يمسهم بسوء، بينما أولادنا أولاد البطة العرجة دائما في المقدمة، وشعوبنا يضحى بها كيفما اتفق. حتى طلعت ناس شفتوا بنفسكم، شفتوا الناس اللي طلعوا بغزة، يعني حتى بالجزيرة المذيع يتحدث ويطلعون وراه يقول الله 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 يحاسبك يا حماس أو كلام من هذا النوع. الناس مسبيين في حالة صدمة، في حالة خراب شامل، ويأتي واحد يتحدث لك عن أنت، أنا لا أدعو لأنه غبن حقوق الفلسطينيين، وأنا ولا غبن حقوق العراقيين ولا غبن حقوق أي شعب من الشعوب، لكن أنا أطالبك بأن تكون على وعي بحقيقة ما يجري. أن من يبيعك ويشتريك ويضحي بك ويقربنك ويجعلك قربانا لمشاريعه هو نفسه الذي يجب أن تتصدى له، وليس العدو. العدو هو يبقى عدو، يبقى عدو، يبقى آخر مختلف عنك وله مصالحه وله وضعه. أنا لا أدافع عن العدو، أنا بالنسبة لي عن موضوعي أنا ما أفهم شنو العدو، ما أعرف صراحة، ما أعرف، أنا ما أعرف شنو إسرائيل، شنو أمريكا، شنو الغرب، ما أعرف. أنا أعرف أنه أنا ابن هاي المنطقة، ابن هذه الشعوب، ابن هاي الثقافة، واجبي ومسؤوليتي أن أتحدث عن النقاط الخلل الخطيرة الموجودة في هذا الحيز الذي هو مساحتي في الحركة وفي الفكر وفي العمل. تحدثني عن أنك مع الآخر، أنا ما لي علاقة بالآخر، شعليبي. أنا لي علاقة بأن أقول لك أنت، إحنا كشعوب يجب أن نتصرف بالطريقة كذا. الداخل ليس كالخارج، مشكلتنا في الداخل أكبر ما هي مشكلة في الداخل، وراح أتحدث عن تمويه الداخل والخارج بعد شوية. كما قلت، نحن نعيش بالتالي في الوهم وليس الواقع، نعيش في العقيدة أو في أجواء العقيدة وليس الوطن، نعيش في عالم الدين أو السحر أو الأسطورة وليس في عالم الواقع والحياة. وعلامة هذا الوهم هو أننا نطرب ونستمني بالكلمات. يكفي أن ترفع شعارا لتصدق أن الأمر حصل فعلا، مجرد أن تقول كلنا واحد صار خلص احنا كلنا واحد. هذا السحر، سحر الكلمات، ما زلنا شعوب مسحورة، وعلينا نعترف بأن للشعارات سحر وللكلمات سحرا وللآيات سحرا، وأن عليها طلاوة كما يقول، كما هو الحديث عن القرآن الكريم. هكذا أصبحنا نهمل الإنسان من أجل الشعارات المرفوعة باسمه، يعني نهمل الإنسان من أجل مجاهدة الكفار، نهمل الإنسان بل نحتقره إن لم يقر هذا الإنسان بجهادنا وأولويتنا ومشروعية ديننا ونظرياتنا الثورية العظيمة التي أثبتت نجاحاتها على مدى 1000 عام. التمويه الآخر أو الوسيلة الأخرى للتمويه هي اختزال المشاكل وتبسيطها. كيف؟ مثلا يقولون لك لا تفتح فمك بالنقد، هذه هي رفاهية، يعني رفاهية، الظرف لا يسمح والعدو معروف، وأي نقد معناه أنك تقف مع الباطل وتتضامن مع عدو وربما تكون متحالفا معه. وهنا ما هي الفكرة؟ الفكرة ليست اتهام من ينتقد أو من ينصح بالعمالة فقط، بل هناك فعل مزدوج في الأمر، وهو عدم فهم ما يجري ووضع الآخرين جميعا في قفص الاتهام. بمعنى أنه يختزل الحقيقة إلى وجهين، معي أو ضدي، فهو بالضرورة هو ليس فقط يريد أن يتهمك، هو يريد أن لا يواجه نفسه بالحقيقة، يريد أن ينكر ما يحدث ويمنع نفسه من التساؤل عن الحقيقة، لأنه يعرف بأنه مواجهة الحقيقة ثمنها أكبر بكثير من ثمن النفاق والسير مع التيار. بالتالي لا حاجة لفهم الذات، ولا حاجة لمحاسبتها، ولا حاجة لمعرفة أخطائها، أو على الأقل تحليل خطاب هذه الذات ودراسته بموضوعية وواقعية، أي معالجة أسباب وعوامل الانهيار الذي نحن فيه، ومعرفة من يتحمل وزرها، هل الآخر المستعمر المحتال الغرب الكافر
وبالحقيقة الأمر كما بأبسط تحليل نجد أننا نحن المجرمون معنى الكلمة الأكبر بحق أنفسنا وحق شعوبنا وحق أهلنا يعني وأقرب الناس إلينا. والسبب هو كما قلت هو أننا لا نريد مواجهة الذات ولا طعن في نرجسية هذه الذات وصورتها المثالية في داخلنا أو داخلنا وتبرير مظلوميتها. وهذا اللي يدفعنا دائما لإدمان العمل بالوسيلة الثالثة اللي راح أتحدث عنها للتمويه، وأعني الحرب المستدامة. يعني واحدة من أنواع التمويه على ذاته هي الحرب المستدامة. ماذا أعني بالحرب المستدامة وهي الوسيلة الثالثة للتمويه؟ هي الحرب المستدامة على الآخر، وهي ضرورية للتمويه على الذات وأي محاولة لفهم الذات ومعرفة عللها وجنوناتها. وهذا يخلينا الحرب المستدامة أو المستمرة أو التي لا نسمح لأحد بأن يطفئ شعلتها. لماذا؟ لأنه عندما نطفئ شعلتها سنكتشف حقيقتنا الهشة أو حقيقة هذه الذات الهشة وما يعني هذا من ضرورة إجراء عمليات خطرة لمعالجة أورام هذه الذات وتقرحاتها ودماملها المتراكمة على مدى ألوف السنين. هذه الحرب المستدامة التي يقوم بها صدام، مثلا صدام من أول يوم من سنة 79 عندما استلم الحكم إلى آخر لحظة في حياته هو في حرب مستدامة. وهكذا كل الملوك والأباطرة والخلفاء عبر التاريخ، وهكذا معظم الشعوب طبعا بالمناسبة، إلا بالفترة المعاصرة أن هناك شعوب قاعدة مستريحة وهمها الوحيد التقدم والازدهار. فهذه الحرب المستدامة بالتالي هي ليست خيارا عدوانيا ضد الآخر فقط، بل خيار بدائي يمنع العقل من الاشتغال. هذا هو الهدف الحقيقي. الحرب المستدامة هي الهروب من مواجهة الذات. فبالتالي معنى هذا شنو؟ معنى لا حاجة لبذل الجهد، وليش تعب نفسك يعني، ولا حاجة للتفكير، والأهم لا حاجة للسياسة. السياسة يراد لها فكر عقيل، يراد لها جدال، يراد لها حوار، يراد لها دراسات موضوعية، يراد لها دراسة للواقع، للظروف، للبيئة، للإحصاءات السكانية. هاي السياسة بس احنا ما نريد سياسة. لهذا السبب شعوبنا لا تجد بها دولة، لا تجد بها قانون، لا تجد بها سياسة، لا تجد بها تعليم، لا تجد بها علم، لا تجد بها إنسان، حتى إنسان لا تجد بها. لماذا؟ لأن احنا شعوب ما زالت على مستوى من البداية وتتبع وسيلة الأفضل لديها والأسهل، وهي الحرب المستدامة أو المستديمة. وهي الحرب المستديمة تمنعنا من مراقبة ذاتنا. ولهذا شوف أنه عندما أنا واحد من أثالي يطلع تجد الكل يتحاشى لك، هذا يسبب لنا مشاكل، شو نبلغوا؟ خلينا قاعدين مرتاحين ونمشي مع القطيع، ومن يمشي وخطوته وحده سيلاقي الأمرين. هذا يفسر لماذا أمثال حماس وأمثال الميليشيات المتواجدة في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها، لماذا عندهم حروب مستمرة؟ لماذا لا مكانة ولا فكر ولا عقل ولا نظرية ولا دين يطرح فكرة السلام أو يعتبرها أساس من السلام؟ يعني الإنسان عندما يطرح فكرة أو يطرح في الدين أو يؤمن بدين، هو المبدأ الأساسي أنه يعني يجب أن يكون من مؤسس تأسيس أو الهدف أو الغاية من وضع أي شيء، سواء فكرة أو عمل أو مشروع أو أي شيء، لابد أن يكون هو الأمان والأمن والأمان والسلام والتقدم والازدهار. لهي ما موجودة عندنا. فبالتالي أنت كيف تطلب من الثور حليبا؟ كيف تطلب بيضة من الديك؟ ماكو. هو هذا الدين مالتك وهذه الثقافة مالتك، وهو أصلا وهذا الدين والثقافة مالتك هي نتاج هذه المنطقة والتاريخ الأسود الذي عاشته شعوب المنطقة. فبالتالي دائما الحرب المستمرة هي الحل الوحيد الذي يجعلنا لا نفكر، لا نعقل، لا نحسب، لا نتصور، لا مستقبل، لا نفكر المستقبل. دائما هناك تخلف مستمر، وبالتالي لا مكان للسلام،
حماس وظيفتها الوحيدة تدمير أي فرصة للسلام، وهاي العملية 7 أكتوبر هي هدفها تدمير فرص السلام، وهذا الهدف الأساس. يقولك لا حماس غبية وما تعرف تتصرف، لا تعرف شلون تتصرف، هو هدفها تدمير أي فرصة للسلام، هذا الهدف. وليس مهم قتل الناس، مهم الحرب تستمر، هو ما يهمه، لأنه إذا وقفت الحرب بعد هو ما له داعي، يعني شنو قيمته، يعني هو ما يعرف شيء آخر. وعادة أنا دائما أقول من يرفع السلاح لا لن يستطيع أبدا أن يتخلى عنه، سيبقى من يرفع السلاح يبقى إلى اللحظة الأخيرة رافعا لهذا السلاح، يصبح هو جزء منه. أما من يرفع أو يحاول أن يبدأ بالسلام، هو تجده هو إلى علاقة في هذه المسألة، مثل غاندي مثلا كنموذج، نموذج عظيم. غاندي رجل من اللحظة الأولى استخدم سلاح السلام وسلاح يعني المواجهة والمقاومة السلمية، ونجح بالأخير رجل. وأيضا أبو جنوب أفريقيا نفس الشيء، بدأ بداية من فترة شبابه بداياته الأساسية استخدم طريق الإرهاب، لكن بعد ذلك اتعظ، ويبدو هنالك ثقافيا ما يساعده على هذا التوجه. وهذا يفسر لنا لماذا نرفض السلام، أو لا مكان للسلام في حياتنا ولا في ثقافتنا ولا في ديننا، ما في مكان. لماذا؟ لأن السلام مو لأن السلام أو المسالمة الآخرين هي أمر حسن، بل لأنه أمر مخيف بالمناسبة. فعلا السلام مخيف أكثر من الحرب، الحرب أسهل من السلام بكثير. هذا هو اللي يفسر لماذا لغتنا العدوانية، لماذا نمتلك هاي اللغة العدوانية الشرسة العنيفة، وكلها كلمات عنيفة، يعني لا نحصيها، كلمات المسامحة والتسالم قليلة جدا. حتى عندما تفتح القرآن، تفتح أي نص ديني أو أي مرجع ديني، تجد أنه كلمات العنف يعني تفيض كالطوفان، مو طوفان الأقصى، جميع أنواع الطوفانات موجودة فيه. هذا يفسر لغتنا العدوانية كما قلت، والدين الذي جرى تأسيسه على العنف والقتل والتكفير، وفي أفضل أحوال فرض الجزية على الآخرين. هذا يعني أفضل، يعني هذا الذي يعتبروه أنه رحمة بالآخرين والتسامح مع الأديان الأخرى. بالحقيقة التسامح بسيط، والهدف هو ليس التسامح مع الآخرين، لا، هو الهدف أنه جمع الأموال من أجلهم، بدليل أنه القرن الرابع الهجري والخامس الهجري الأغلبية للسكان السكان المحكومين، الشعوب المحكومة من قبل السلطة العباسية المسلمة، كانوا من لم يكونوا من المسلمين، كان المسلمين أقلية. بعد ذلك بدأ التحول بعد الحروب الصليبية، لأنه صار هناك نظرة للمسيحيين في المنطقة بأنهم عملاء لها، فبدأ التحول إلى الإسلام، ليس بهدف اللجوء للمسيحية، إنما الخلاص من تهمة الخيانة. يعني بها تعقيدات أكثر من هذا، بس هي واحدة من الأسباب. يعني لهذا نجد أنه خيار الحرب دائما مربح جزية، والخيار الحرب خيار السلام خسران صراحة. خلينا نكون واقعيين، الخيار السلام يطلب خدمات، يطلب رعاية، يطلب متابعة مشاريع، وهذا يراد له مدى زمني طويل، ويراد له رأس مال قوي، وانت ما تضمن السياسي تضمن، او رجل الدين ما يضمن ماذا يحدث بعد يوم او يومين. فبالتالي واحنا داخل موجودين في منطقة جغرافيا صعبة، ما تعرف في لحظة ما يطلع لك داعش، يطلع لك الخميني، يطلع لك الخامنئي، يطلع لك ميليشيا، تدخل وتدمر لك كل شيء، مثل ما حصل بغزة الان. فانت ما تقدر تعمل مشروع مستمر في بلدان من هذا النوع، بالتالي فيصبح مشروع الحرب المستمرة أو المستدامة هو المشروع الناجح الوحيد. صحيح هو يدمر بلدان، يدمر شعوب، يشرد، لكنه القادة هم الرابحين الكبار بهذا الأمر. الآن أنا واثق مثلا اللي حدث في 7 أكتوبر قبضة والثمن مالته هنية ومشعل والسنوار، ما أعرف السنوار ربما مضحوك عليه،
ولا هو الشخص يبدو، انا ما اعرف، غير مستقر، يبدو انستابل يعني من شكله، شكله مش يعني ما اعرف يعني شكله لا يوحي بانه هو شخص يعني مستقر ذهنيا. واضح عنده مشاكل نظرته وضعه، وهنالك روايات كثيرة بأنه ارتكب جرائم كثيرة حتى بحق بعض أبنائه، يعني ما أعرف، أكو كلام يدور بس ما متأكد، لكن هو شخص شكله مش ولا يعني هو يبدو هنالك إشكال، ويبدو عنده نزعة عدوانية مرضية وليس نزعة عدوانية عادية. وعليه أقول بأن السلام مكلف جدا وغير مضمون، ويتطلب وجود شخصيات متعلمة واعية ومثقفة ومتفهمة ومفكرة ومخلصة وشغيلة، يعني شغيلة بمعنى الكلمة. الوسيلة الثالثة الخارج هو السبب، هذا التمويه الثالث، انه دائما العدو هو كل ما عدانا وكل من يعيش بيننا ويطرح رأيا، يعني من الخارج انه العدو هو الاخر، الاخر هو العدو، اما من يعيش بيننا ويطرح رأيا فهذا ايضا هو العدو، هذا خائن. فالآخر كافر، والذي يعيش بيننا هو خائن أو كاف أو مدلس أو ما إلى ذلك، أسماء كثيرة موجودة. هكذا نجد الجميع يطالبك بالتضامن. وما هو التضامن؟ أن أبصم أو أبصم على كل ما تفعله حماس، وقبله داعش، وقبله قاعدة، وقبله بوكو حرام وطالبان وصدام، والحجة هي دائما الجهاد والنضال والكفاح. وعليه يجب تناسي الأخطاء، تجاهل المآسي، وتحويلها إلى محطة في طريق النصر الأكيد. كل من يفعل عكس هذا هو عامل تثبيط متعمد، ويخدم مصالح الكفار والمستعمرين. طبعا أنا ما أستهين بدور الخارج ولا دور الغرب ولا إسرائيل بتخريب مجتمعاتنا واستغلالها واستعبادها واستحلال مقدراتها، لكني أقول يجب أن لا نستهين بالذات والواقع والموروث الثقافي المدمر الذي نحن نتاجه. فعليه من يدعون للتضامن مع حماس والوقوف معها، يدعون بالضرورة لعدم الاعتراض على مصادرها الإخوانية وتراثها الإخواني أو منابعها الإخوانية الإسلامية الرجعية والسلفية، وهذه بالتالي هي مراجع إسلامية تراثية بالية مدمرة لنفسها قبل غيرها. وأنا أرى بأنه في الحقيقة نحن لا نحارب الخارج، وفي الوقت نفسه لا ندينه، بل نحن مستسلمون له، بل نستعمل كل شيء فيه. حتى حماس نفسها تقول أنها تعتمد على المحتل والأمم المتحدة. تخيلوا، أي أن كل ما تفعله حماس هو أنها تبتز العالم وأبناء شعبها فقط. تخيلوا، يعني لا تقدم أي شيء، ما تقدم غير الحرب، يعني كل يعني مخصصة نفسها فقط للحرب والمقاومة، وما تسميها مقاومة، وبالحقيقة مقاومة ليست للشعب الفلسطيني، ليس من أجل الوطن، هي اسمها مقاومة الإسلامية، يعني مقاومة من أجل الإسلام، وتعتبر فلسطين هي وقف إسلامي، ولا يحق للفلسطين أنفسهم أن يقررون مصير هذا الوقف. تخيلوا، لاحظوا العبارات إيش قد مطاطة وإيش قد يعني الفضيحة واضحة يعني. وعليه الخارج دائما بالنسبة أنه هو السبب، لكن علينا نفطن ما هو هذا الخارج بالحقيقة. الخارج عنا كشعوب أو كشعب عربي مثلا أو من فضاء عربي، الخارج هو مكان الداخل ومجال حركته أيضا. لذلك يجب أن يكون مجالا متاحا لا مجالا مرفوضا، يعني طبعا نرفضه وندينه بماذا نفعل، نفجره، نأخذ منه رهائن، شخوص رهائن مختطفين، نشن على ثقافتي، على حضارتي، على جهدي، على علمه، وبعد ذلك نختطف منه ما نختطف ثم نقايض به. هذه هي طريقتنا الوحيدة في فهم الخارج والتعامل مع الخارج، أي أن علاقتنا مع هذا الخارج، علاقتنا السياسية وعلاقتنا الإنسانية، مثل علاقتنا بابتكارات هذا الخارج وعلومه ونظرياته وسياساته، دائما تبقى علاقتنا معها سطحية، وهذا إقرار مسبق بالهزيمة. وأنا أرى بأن هذا الإقرار سيستمر ما دمنا نرفض مواجهة حقيقتنا، نرفض مواجهة ذاتنا وعوارنا الأخلاقي
والإنساني. وطبعا هاي مواجهة، هي مواجهة مؤلمة جدا، ليست سهلة. مواجهة الذات أو الذات الجمعية ليست مسألة سهلة، خاصة أن هي هذا عدم المواجهة، نحن نهرب من مواجهة الذات الجمعية لشعوب منطقتنا منذ نحو 2000 عام. يعني مسألة متراكمة، واخترعنا لأجلها الكثير من الحواجز التي تمنعنا من مواجهة هذه الذات، منها حاجز الديني، حاجز المذهبي، حاجز الإحساس بالاضطهاد، حواجز الحاجز العشائري، الحاجز الديني الإسلامي المسيحي أيضا، الحاجز المندائي، الحاجز الكردي بالعصور القديمة، حواجز القومية. كل هذه الحواجز جعلتنا لا نواجه ذاتنا بأخطائها، دائما نحاول أن نتحرك على بشكل قطعان، لكن لم تتح لنا الفرصة حتى اليوم بأن أفراد هذه القطعان البشرية تواجه نفسها بنفسها، بل يتم دائما نفيها وعزلها وتصفيتها. كل من يحاول أن يفكر، وأنا من الناس الذين يتم تصفيتهم، إما إعلاميا، تصفيتهم ذهنيا، تصفيتهم ثقافيا، تصفيتهم فكريا، لا أحد يستقبلك، لا أحد يستضيفك، لا أحد يسمع رأيك، فبالتالي ليس أمامك سوى قناة يوتيوب تطرح بها أراك، لا ليس أكثر من هذا. وأما هو قناة اليوتيوب أيضا ليس لسواد عيني، إنما هي قناة موقع أو منصة تربح، يعني تقول لك أنت اطرح رأيك كما تشاء، ويعني هو مصدر رزق اليوتيوب هو هذا، إنه الأشخاص الأفراد العاديين يطرحون آراءهم وأفكارهم ويحصدون بعد ذلك من يتابعهم. القضية أيضا تجارية بالنهاية يعني، لكن نحن ليس أمامنا نافذة غير هذه النافذة. الوسيلة الرابعة والأخيرة وهي التساهل ومسامحة الذات أو ممارسة الوحشية الطفولية. بالتالي أنا أقول عدم مواجهة الذات تبرز بأشكال عديدة. مثلا تقول له قتل المدنيين دعوة لقتل المدنيين من أهلك، يعني عندما تقتل المدنيين عند الآخرين بحجة أو بأخرى، فأنت كأنما تقول تعال اقتل أهلي، اقتل المدنيين من أهلي، أطفالي وأولادي ونساءنا وأطفالنا. فأنت عندما تقتل المدنيين من الآخر، يعني أبسط أنواع الذكاء، أنت أوكي أنت عندك حق، عندك كذا، عندك مليون قضية، الآخر أجرم بحقك لا بأس. لكن عندما تذهب وتقتل المدنيين، وشفت الفيديوهات لا داعي للإنكار لأنه هذا عيب، وهذا من وسائل تمويه الإنكار، هذا عيب، يعني يجب الإنسان أن يكون على درجة من الخلق والمصداقية، يعني عيب واحد يكذب بهاي الطريقة، فهي معروفة، هذا حقيقة موجودة، وهذا من وسائل تمويه هو الإنكار. فبالتالي أنت عندما تذهب وتقتل هؤلاء، أنك إنما تقول أنا جاي أجري عملية تطهير عرقي بحق الآخرين، فالآخر ماذا يفعل لك؟ أيضا يجري تطهير عرقي بحق نفس الشيء، لك هو هذا الحل الوحيد، ما عندي حل آخر. الآن بدأت تطلع أسطورة العماليق بالتوراة، دائما يقول العماليق هذول تم نفيهم وقتلهم بالتوراة، هؤلاء كما حسب التوراة تم تحذيرهم، كانوا يضربون الخطوط الخلفية لليهود عندما عبروا سيناء، وبعد ذلك قرروا قتلهم عن بكرة أبيهم، حيواناتهم وكل شيء وكل تفاصيل حال كل شيء لديهم، واستشهد بعبارة خاصة بالعماليق من قبل نتنياهو، استثمرها. الآن أصبح الفلسطينيين هم العماليق، بالنسبة الغزاويين تحديدا أصبحوا هم العماليق، وهي قصة انتهت، يعني قصة بالتوراة انتهت، يعني هم حالة خاصة بالتوراة اسمها العماليق. هؤلاء الآن تم تجديد هاي السردية الدموية القديمة، ويقول لك الفلسطينيين أخذوا العماليق، هو يعني كقوم انتهوا، يعني لا وجود لهم بعد اليوم، لأنه تم إفنائهم تماما في زمن اليهود حسب الرواية اليهودية، وبتأكيد من القرآن أيضا والسيرة النبوية والحديث النبوية تؤكد هذا الموضوع، فأنه أيضا العرب ضد العماليق، يعني ليس اليهود فقط ضد العماليق. فبالتالي فكرة أنه أنت حولت نفسك أو حولت شعبك إلى 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 يعني يعني
قلت لهم تعالوا اجروا تطهير عرق. عندما تجري تطهير عرق عند الاخرين وتقتل اطفال ونساء، انا شفت اليوم مشهد، انا ما انا ارفض اشوف الفيديوهات، اليوم شفت مشهد يعني هذا يعني وحده هي واولادها نايمين يعني خاتله خطيه بال بال بالغرفه بالبيت بيتها يعني بيتها، اكو ميز مال او طاوله مال الكمبيوتر هي تحت الطاوله مختفيه، دول يجون الحماسيين واطلقوا عليها الرصاص قتلوها، ويقول له احنا قتلنا ثلاثه بقى بس طفل واحد هذا خليه راح نتركه ما راح نقتله. يعني ما اعرف زين هاي ليش تقتلها هي واطفالها محاضنتهم تحت الطاوله ومختبئه يعني خطيه وقاتليها، يعني هسه هاي شنو هي؟ انا اقول لك يا مو هاي هم ذولا هم كلهم عندهم خدمه عسكريه وهم كلهم مسلح يعني هم مسلح او مدني يعني انت عسكري وغير عسكري. هسه انا مثلا احنا كنا بيام صدام احنا ايضا مدني يعني. فتجيني دعوة للاحتياط أصير عسكري، لكن أنا ما يعني من أصير عسكري وأرجع مدني يعني أنا بعدنا عسكري ما لها علاقة، المدني يبقى مدني غير مقاتل، هي مو قضية إنه هو صفة الآن مدني، عندما يتحول إلى مقاتل أنت تتعامل مع مقاتل، هو أي واحد يتحول إلى مقاتل في أي لحظة أنت تعال اضربني على وجهي أصير مقاتل، فالمقاتل يعني حالة ظرفية، فعندما أنت تتحجج بهاي الطريقة أوكي لا بس بالعافية عليك بالتوفيق استمر بهذا المنطق، استمر بهذا المنطق وروح اقتل الأطفال والنساء عند الآخرين بغض النظر عن شيء يهود كفرة سفلة مجرمين وحوش حيوانات هذا موضوع آخر، لكن أنت عليك أن تعرف بأن عندما تجري عملية تطهير عرق بحق الآخرين أنك تدعوهم كأنك تدعوهم إلى إجراء عمليات تطهير عرق بحقك، ويبدو هو هذا المطلوب، أعتقد جازما شبه جازم بأن هذا هو المطلوب، لأنه عندما يأتي يقتلك يصورون لاحظتهم يصورون مشاهد القتل حتى الأطفال عندما باللحظات الأخيرة لمقتلهم أو لوفاتهم يعني شيء ما بالغ يعني أنا ما أقدر أشوفه بصراحة، يعني شيء أنا أحاول أتهرب من مواجهة هاي لكن يطلعوها بالتفصيل كأنما يحولوها إلى أداة للاستثمار، يعني موت الآخرين سواء قتل الآخرين من طرف الآخر أو قتل أبناء بلدك وأهلك وناسك ومن أنت مسؤول عنهم تستثمره، تحول إلى ورقة للتفاوض، ورقة لأكبر قدر من المكاسب. فعندما تقول لهذا القليابة أنت هذا أنت قتل المدنيين كأنما تدعو الآخرين إلى قتل المدنيين من أهلك، يقول لك لا أنتم هؤلاء مجرمين وهم السبب، وبعدها يفعل ما فعلته حماس قبلها كما قلت وقبلها داعش والحشد وصدام وكل المجاهدين، وطبعا هناك تهم لا تحصى بلاغية مثل هذا كافر يستاهل زنديق خائن مجدف، أي أن هنالك تساهل وتسامح مع أخطاء المجاهدين، يقول لك يعني شو المشكلة ويعني المجاهد صار عصبي واندفع وقتل 20 امرأة واغتصبهن وقتل أطفال ورماهم بالرشاش ويعني شو صار يعني شو ليش مكبرين المسألة يعني انتو هكذا يعني تخيلوا كثيرون أنا أشوفهم بالتعليقات وعندما تتحدث القيابة انتو هذا انت جاي تدعو لقتل أبناء بلدك أبناء شعبك، لا أنت ليش تطلع علينا أنت يا منصور مثلا وتكسر في مجاذيفنا، هذا عمل عدواني يعني تقتل وتغتصب والمئات، وحين تقول لهم هذا فعل غبي ووحشي ونتائجه يعني بغض النظر عن وصفه نتائجه سترتد علينا، وأن الحل السليم هو في استنكاره لكي لا يرد علينا العدو بالطريقة نفسها، يقول لك لا أنت أصمت لخلي القتل يستمر ويقتلون فينا وإحنا سننشر جرائم العدو على العالم وإحنا بالنهاية راح نكسب. شوف العقل العربي إلى أي درك واصل، يعني أي أننا نراهن حتى على أفعال العدو في تحقيق نصرنا، تخيلوا يعني هو إحنا راح ننتصر ليس بأفعالنا بل بأفعالهم، ما هذه العبقرية، يعني عبقريتنا تفوق الوصف بصراحة. وكانت النتيجة دائما
عبر الزمن، أن كل ما نفعله هو إلقاء تبعية أعمالنا على الآخرين، وهذا يؤكد منهجنا السحري الظني بأن الآخر شرير ظالم مجرم كافر وإلى آخره أو قاتل. الحقيقة أن ما نفعله فوق الآخر إجراما وبشاعة، بل أننا نعتقد أننا كلما ازددنا بشاعة ازدادت فرصنا في النصر وتحقيق ما نشاء. نحن بالنتيجة لا نتحمل أي مسؤولية، نقتل المئات ونغتصب ولسنا مسؤولين. تخيلوا، تخيلوا هذا العقل الاستهامي الوهمي أو التمويهي. التبعية دائما، احنا مش مسؤولين، التبعية دائما تقع على الآخر، هو اللي حمسنا أو استفزنا. النتيجة بالنهاية احنا ما نسمح لأنفسنا ولا لأي واحد من أدنى أن يغوص على أصول هذا العنف والتوحش بيننا. طبعا حتى لأقطع الطريق على هذا لا يعني أن الآخر رحيم وعادل ولا يمارس جوانا بحقنا، سواء من قبل اليهود أو الإسرائيليين أو غيرهم أو الأمريكان أو الغير. هذا لا يعني، هذا شيء آخر. هنا راح نصل إلى حقيقة مرعبة وقاسية جدا جدا قاسية، وهي أننا ندعي البراءة، وفي الحقيقة أن هذا الدعاء حتى الدعاء البراءة هو يمثل هزيمة مزدوجة. كيف؟ فنحن نعترف، يعني عندما يعني ادعاء البراءة احنا نعترف ضمنا عندما نحمل الآخر المسؤولية بأننا نتوكل عليه، وأن كل ما نفعله ليس هدفه أن نغير الواقع الذي نرفضه، بل أن يقوم هذا الآخر بما نرغب به كما نشاء. تخيلوا أي عقلية طفولية هذا، ربما لم أفهم أصدقاء القصد. القصد احنا عندما ندين الآخر ونلومه ونحمله كل أخطائنا ولا نعترف بأخطائنا، نحن بطريقة من الطرق كأنما نقول له تعال أنت عالج الموضوع، أنت عليك أن تحل هاي المشكلة. يعني كأنما مسؤولية أفعالنا هو اللي يتحملها، هو اللي عليه أن يعالج، هو الذي عليه أن يغير ما يحدث. أما نحن فنبقى كما نحن، نحن لا نفعل شيء، احنا نقتل، نذبح، نصلخ، نفعل فاعل، لكن غير مسؤولين. ولانه هو ازعجني، هو زعلني، انا ها انت زعلتني، يعني شو اسوي لك؟ انا لازم انت تعالج المشكله، يعني انت انا مش مسؤول عن افعالي بينما انت مسؤول، فبالتالي انا اعتمد عليك في اصلاح افعالك، لازم تغير كل شيء على مزاجي. يعني هاي العقليه الطفوليه، وهو دليل على وجود حالة مرضية جماعية بين شعوبنا. هو الدين الإسلامي المشاع أو الموجود حاليا هو دين من دين ينطوي على هذه الرؤية الطفولية غير المسؤولة وغير التي لا تمتلك شخصية حقيقية، لا تمتلك، مجرد خواء، مظاهر فارغة لكن الداخل أجوف تماما. فبالتالي معنى أن تتخلى عن مسؤولية أفعالك خطير جدا، وهو أنك لا تمتلك ذات الحقيقية ولا تمتلك ذات المتماسك أن يكون فعلك لا أخلاقيا وحشيا. يعني فعل لا أخلاقي ولا وحشي، هذا لا علاقة له بوحشية الآخر، يجب أن ننتبه لهذه القضية، إنما له علاقة بعقلك الطفولي التطلبي والنرجسي لا أكثر. هنا راح نواجه وهم المثالية المطلقة، هي أننا على حق دائما وكل ما عدانا هو الباطل، فنحن لا يمكن أن نخطأ، كل ما نفعله صحيح، وكل من يقول مثلي أن جدراننا من زجاج وواهية هذا شخص خائن، رديد، جبان، مزعج، مثبط للهمم، وعلينا أن نتخلص منه ومن كل من يخرج على هذا الفضاء المثالي الأصولي الذي نحن فيه. هنا المصيبة، نجد يلتقي السلفي الأصولي الولائي الشيعي أيضا مع اليسار الطفولي. النقد ممنوع، يجب المحافظة على وحدة الكلمة والاعتصام بحبل الله بحجة الفتنة، يعني درء الفتن التي تأتي كسحائب الليل المظلم، أي لا وجهة نظر لا رأي،
إنما اتباع واقتداء واحتداء. لا يوجد مفكر ولا صاحب رأي، هذا مشكك، كل ما موجود وهذا مشكك ومخرب وهدام، المطلوب فقط أنه تتبع القطيع. وعليه فعليه بأن هزائم العرب سببها هذه النرجسية الجهادية اليسارية التي دائما ترى أنها جسدنا العربي جميل جدا وخال من العيوب، وأن كل ما في مشكلة أن الكفار واليهود والغربيين هم ناس متوحشون واستغلاليون ويغارون من جمال ديننا وروعته ورونقه وحكمته وقوته، طبعا حسدا من عند أنفسهم كما يقول القرآن، يعني الكفار هم يحسدوننا على النعمة اللي احنا فيها. فهي نفس الفكرة موجودة، هذا النسخ الفكرة موجود. ما فعلته حماس هو ما فعلته جميع الحكومات الثورية، دائما تخترع هدف ثوري وتدع الجميع يركضون خلفه. فكرة هي دائما هي تحويل الشعب إلى أداة تعمل لصالح قادة هذه الحكومات والسلطات الثورية. وهذا هو اللي خلينا نشوف حماس مثلا تقول نحن نحكم أهالي غزة لكننا في الوقت نفسه غير مسؤولين عنهم. تخيلوا، بل أن واجب أهالي غزة هو خدمتنا، خدمتنا وتوفير المقاتلين، وفوق هذا يجب أن يموتوا بسبب نضالنا وجهادنا من أجل القضية. عندما نقوم بفعل معين احنا نختبئ تحت الأنفاق، هم يتعرضون يصدون عنا القصف والصواريخ. عندما تسأل هذا أبو موسى المسؤول حماس بالمقابلة يقول احنا نختفي في الأنفاق، هذه الأنفاق حفرناها لكي نحتمي من الطائرات والقصف، احنا مقاتلين. أما يعني هو حاير بنفسه، ويطلع لك بعد ذلك مشعل بكل صفاقة يتحدث يقول المقاومة بخير، هنية أو مشعل ما ذكر، المقاومة بخير، فرحان المقاومة بخير، هذا الشهرين ذبح بالناس 20,000-30,000 عدل مفقودين، المقاومة بخير، هل هلي يمه زغردي يمه، المقاومة بخير. أختم أقول أن هناك مستويات عدة للوهم الانتصار. المستوى الأول هو مستوى عدم الانتصار، أي أن الانتصار الحقيقي مضر للعقل السلفي العربي. لماذا؟ لأنه يتطلب العمل، وما يبدأ العمل الحقيقي الجاد الذي يطور المجتمع وينمي عقله وفكره ويعزز من إمكاناته العلمية، هنا سيفشل الحماسي والداعشي والولائي والإخواني والصدامي والناصري بامتياز. لا يعملون في آفاق السلام، يعني السلام يحتاج جهود، وكما شرحت في البداية. لهذا تصبح الوحشية الدينية الحماسية الداعشية عامل ابتزاز متواصل للجميع، ليس يعني ابتزاز لأعداء الكفار فقط، بل من يتحجج من الإسلاميين بالدفاع عن الناس أو العكس. المستوى الثاني هو منع ظهور أي فرصة لصناعة السلام. والمستوى الثالث هو عدم التحرر مما يشدنا إلى المنطق والعقل والتسامح والتفاعل مع العالم بيسر وندية واسترخاء وتفاهم. دائما أتهم الأكشن ضروري، يعني تخيل مرة صدام عندما انتهت الحرب، أو يعني عندما بالشافعات بعد 8 سنوات الناس احتفلت، ورا سنة ما تحمل الحياة، ما تحمل الحياة بدون حرب، ما في أكشن، يحضر اجتماعات، مشاكل في الكهرباء، في الصحة، في التعليم، مدارس قليلة، خدمات سيئة. فكان يقعد بالجلسة مجلس قادة الثورة يقعد هيك ملول، الموضوع ما عجبه، الوزراء يتحدثون عن قضايا يعتبرها هيك يعني لا مو مثيرة، ما فيها دم يعني. يعني هذا الأكشن ضروري لهؤلاء، لأنه السلام مزعج بالنسبة لهم، وفي مشاكل كثيرة والناس تشكي وتطلع، بينما التحشيد والتعبئة والتحميس هو المطلوب. المستوى الرابع هو بقاء القضية، بقاء القضية قضية وقضية لا تحل، وإعادة تعريف النصر، يعني تشويه معنى النصر،
النصر معناه بالنسبة لهم هو بقاء الراعي سيد القطيع هو مصدر الرزق للجميع، جميع الرعاية. هذا يفسر كما قلت أو أشرت تصريح حماس أنها بخير، وهذا هو المهم والأهم بالنسبة لهم، أي أن المسألة تتعلق بالمحافظة على قادة الثورة وليس أهدافها. يعني الثورة عندما تقوم ثورة أو أنا تقول على المقاومة، مقاومة من أجل ماذا؟ من أجل الناس، غير من أجل الناس وحقوقهم، لكن لا، هو المقاومة من أجل المحافظة على قادة الثورة والاتقاء شر الخونة والمجرمين والصهاينة والأعداء وما إلى ذلك. هو نفس المعنى الديني، هو نفس النسق يشتغل، دائما يقول لك الأولوية للدين وليس النفس. لهذا الآن طبق حماس بحذافيرة، الناس تموت تقتل ويقول لك المقاومة بخير، يعني هي الدين هو الأولوية للدين، نفس النسق. يعني التشابه ليس اعتباطي، إنما هنالك في المخ والمخيخ نسق يشتغل بهذه الطريقة، السوفت وير مالتنا أو الهارد وير يشتغل بهذه الطريقة، أي أن الأولوية للقادة بالتناظر، الأولوية شرعيا ودينيا وفقهيا يقول، وعقائديا إسلاميا يقول الأولوية للدين وليس النفس. بالمستوى وبالتناظر نفسه الأولوية للقادة وللشيوخ والأئمة وليس الشعب، وليس الشعب أو الرعية. وهذا يخلينا نفهم لماذا يتم قمع الناس والشعب والمؤمنين على وإجبارهم على اتباع قادتهم كما يتبع القطيع راعيه، بل ويجب أن يقبل بالتضحية به كما يضحي المؤمن من أجل ربه بكبش وما شابه. الشعوب هي قرابين لهؤلاء، وفكرة القربان في الدين هي هذه بالحقيقة. علينا أن نفهم معنى القربان في الدين هو هذا. الرعية هكذا حشد أكباش مخصصة للتضحية بها. وهنا نفهم لماذا لا يوجد لشعوبنا مستقبل ولا خطط مستقبلية. المستقبل خاص فقط بالقادة الحماسيين فقط، الشعب لا يرتبط بهم، هناك مسافة بينهم وبين الشعب. يعني الشعب ما يرتبط بهم بهؤلاء لكي يتطور ويتقدم ويعالج مشاكله، على العكس وظيفته معالجة مشاكل هؤلاء القادة المجاهدين الأبطال الميامين. وظيفة أهل غزة بالتالي خدمة حماس، ومن لا يفعل هذا هو خائن صهيوني مارق كافر. هذا المنطق نفسه يتكرر بنفس النسق لدى الولائي الشيعي وعشاق قناة الجزيرة، وبالتالي لا حاجة لإذن الإهماك من مشاكل الشعب ولا همومة. أصبح الشعب هكذا مرهونا بهؤلاء، مختطفا لصالحهم، محتلا. الاحتلال الحقيقي هو هؤلاء الذين يحتلون الشعوب ويهيمنون بها ويساومون بها الآخرين. هي هنا القضية، غزة الآن هي المختطفة، هي المحتلة. غزة إسرائيل خلصت منها، قالت لك هاي لغوة مالنا، مو حبا بهم، تركتهم مو حبا بهم سنة 2005، لا تركتهم لهذا. اجوا حماسيين استولوا على غزة وسكان غزة وبدأوا يساومون بهم. الآن المساومات تشتغل، مساومات الكل يدفع لهم ثمن، أطلقوا سراع غزة، سكان غزة، وسكان غزة الآن يعني بالكاد طلع كم واحد يتحدث وتنفس، وإلا يذبحوا فورا، يعني لأن مختطفين محتلين، شعوب محتلة، احنا شعوب محتلة دينيا. أنا من زمان أقول، عندي حلقة نحن شعوب محتلة دينيا بها تفاصيل الموضوع. أختم أقول أصبحت شعوبنا مرهونة بهؤلاء الحماسيين، وبمعنى أننا أن كل ما يجروا عملية اختطاف كاملة يرتبط فيها مصير الخاطف بالمخطوف، مع استثناء بسيط هو أن الخاطف له حق عقد صفقة إذا ما تعرضت حياته للخطر. وقد تجري، يعني قد أحيانا تجري له عملية في الدماغ مثلا بكلفة $250,000، مثل ما إسرائيل طلعت سنوار من السجن وسوت العملية لإنقاذ حياته من سرطان في الدماغ وكلفة $250,000. هذا السنوار نفسه، واللي بقى سنوات يعتبر من عملاء إسرائيل. أو شخص آخر تعاد له الحياة، خالد مشعل، يعني طيارة خاصة إسرائيل ترسل بعد محاولة اغتياله في عمان، لأن شوية زعل الملك حسين على العملية،
راحوا ضربوا إبرة وأنقذوا حياته. هذول اثنين القادة الكبار، هذول ما يموتون يعني، حتى هو على فراش الموت يخلوه عدل، يرجعوه عدل، تخيلوا. بينما شعب غزة الآن مي أكل شرب ما عندهم. هذا اللي أبا هنية، فهذا حزولة سويت 10 نجوم في قطر، وعلى بعد 5 كيلومتر من قاعدة العديد. الأمريكية اللي هي إلى حق أن تقوم بأي فعل، يعني مو قاعدة عديد هي مجرد قاعدة باتفاقها، لا، العديد القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد هي قاعدة لها سلطة مباشرة من أمريكا، لا 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 حق لقطر أن تتدخل في أي فعل تقوم به، يعني قاعدة أمريكية صرف، يعني مكان الموجود أشبه بالسفارة، تفعل فيها ما تشاء وتضرب بها من تشاء وتختال من تشاء وتفعل الأفاعيل بدون أن يكون لقطر أي دور في هذا الموضوع. وأنا شرحت سر دور قطر في كل ما يجري في المنطقة في الحلقة السابقة أو قبلها أعتقد. لماذا هو هذا التحالف الغامض؟ الطريقة أصبحت أختم أقول إن أصبحت حماس يعني حالة حال صدام، عبد الناصر، قذافي، غير متحمس لحماية الشعب بل لجعل المحكوم هو حاميا لها، أي أن على الثورة من يثور أن على الشعب أن يحمي الثورة، وليس أن الثورة أن تحمي الشعب أو تحقق مطالبها. شوف المفارقة العجيبة، والآن الذين يطالبوننا بأن نكون يعني الآن تحليل بارد وتحبط أو تدمر معنوياتنا وتثبطها، على شنو معنويات التقابل؟ أكو جبهة، هل هنالك جبهة؟ جبهة بين طرفين، ما في طرفين، أنتوا لو بيكم خير سويتوا جيش وجيوش متقابلة، قوة جوية وقوة صاروخية، تفضلوا يلا تشتغلون شغل عصابات، يعني تعتقد بهاي شغل عصابات راح تصير راح تحرر الارض؟ كذابين دجالين يضحكون على الناس. بالتالي الحماس هي حاله حال صدام، مشغولين بحمايه انفسهم فقط واجهزتهم الامنيه، وجعل كل شيء من اجلهم خادم لهم وتابع لهم، يعني خادم مطيع. وهذا خلانا نشوف الحرس الخاص لصدام، الامن الخاص، النفق الخاص لحماس، كلها كل الخاص، كلها الخصوصية، كل شيء يتخصص لهؤلاء فقط. وبالتالي حماس موجودة لتوفير رفاهية القمع والقتل والاغتيال، وليس التطور والتطوير وضمان الحقوق والحريات. مع السلامة، وأسف على الإطالة جدا.